بس قبل ما نروح طبعا ونبتدي نتكلم عن كتابنا زي ما حضراتكم متعودين، هنشوف مع بعض تقرير عن البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا. تعالوا نعرف مع بعض ايه الكتب اللي حققت مبيعات الاسبوع اللي فات ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً هذا الأسبوع في المكتبات ودور النشر. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين عناوين التنمية البشرية والرعب والترجمات الأدبية والروايات. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً هذا الأسبوع رواية الميرانتي للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، والتي صدرت مؤخراً في معرض القاهرة الدولي في دورته 53. ولم تخلو القائمة من كتب الرعب مثل رواية عين الحياة للكاتب عمرو المنوفي، والتي تحكي عن مخلوق غامض يطلق عليه الجهنمي سيتسبب في انقراض الجنس البشري. أما كتب التنمية البشرية فانضمت للقائمة بكتابين. الأول هو كتاب فن اللامبالاة تأليف الكاتب مارك مانسون وترجمة الحارث النبهان. أما الثاني فهو كتاب الخروج عن النص من جديد للكاتب الدكتور محمد طه. وفي مجال الرواية الأدبية تأتي رواية مرآة السيدة مو للكاتبة نهى شوقي، والتي تسرد مشوار أم وزوجة أفنت حياتها مع زوجها وأولادها دون أن تنظر يوماً للمرآة. وتختتم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً بكتاب السرايا الصفراء للكاتب محمد الشماع، والذي يتناول مذكرات الدكتور محمد كامل الخولي مدير مستشفى الأمراض العقلية بين عامي 1916 و 1953.